Zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Zubi dubi zubi dubi na che che pagal stupid man. Hey zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. هلو اند ويلكم في لسن جديد من كورن سكول. النهارده هنتعلم ايه؟ النهارده هنعمل اول بروجرام حقيقي لينا على سكراتش. هنعمل ريمبو لاين بيتحرك في الشاشه كلها بطريقه راندوم. عشان نعرف نعمل كده هندوس على كرييت، هنكريت نيو بروجكت. اول ما هيدخل هنا احنا هنلاحظ ان احنا عندنا هنا زي كاركتر كده موجود على طول، دي بيسميها في سكراتش اسمها سبرايت، مع ان احنا بنحب القطه دي بس هنشيلها. عشان نعرف نعمل شكل الرينبو اللي انا كنت لسه موريه لكم ده، هنلاحظ هنا ان في زي 3 بوينتس بيتحركوا مع بعض، فاحنا محتاجين هنا يكون عندنا بوينت. عشان يبقى عندنا بوينت او عشان نعمل لنفسنا سبرايت بتاعنا، هندوس على علامه النيو سبرايت او تشوز سبرايت. لو دوست على ده بس هيطلع لك هنا شويه حاجات هما اوريدي عاملين لها سبرايتس عندهم في سكراتش. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين يبقى لنا سبرايت الخاص بينا which is a dot، حاجه سهله يعني. فبمجرد ما هندوس على اللي هو البينت هيطلع لي حاجتين، هيطلع لي هنا الشاشه بتاعتي فاضيه، وهيطلع لي هنا نيو سبرايت فاضي خالص، وهيطلع لي هنا الشاشه اللي انا هرسم فيها. ده عامل زي اي بينت انت استعملته قبل كده او لو ما استعملتش، دي اسمها البراش بتاعتك. هتروح بالبراش، احنا عايزين نرسم نقطه في النص بالظبط وهو معلم لك على النص. هنقوم رايحين عاملين زي علامه هنا كده، ممكن تختار اللون اللي انت عايزه، انا عن نفسي اخترت موف، ممكن تختار اللون اللي انت عايزه. بمجرد ما عملت النقطة دي باين لك السبرايت ان هو نقطة. تعالوا بينا نبتدي. عشان نخلص الحتة دي في هنا اسماء السبرايت بتاعتك او حاجة زي كده يعني، اهو هنغير كلمة سبرايت دي هنحطها دوت، وهنروح للكود نجرب هل السبرايت دي شغالة ولا لا. دايما دايما وانت بتشتغل على طول حاول تخلي التستنج بتاعك او ان انت على طول تجرب الحاجة بتاعتك شغالة ولا لا من بدري، علشان لو في اي عطلة او في اي حاجة تعرف ايه المشكلة من بدري. فاحنا هنشوف هنا، هقوم قايله له خلي الدوت دي تتحرك 10، خلي الدوت بالظبط بتتحرك معانا. طيب احنا اللي احنا شفناه هي على طول بتتحرك، مش بتتحرك 10 بس. كنا قلنا ان احنا هنا ممكن نخلي نغير العشرة دي نخليها 100 مثلا، بس برضه لقينا ان الموضوع ده مش افكتيف بالنسبة للبروجرام اللي احنا عايزينه النهاردة. طيب احنا عايزين نعمل ايه النهاردة؟ احنا عايزين تبدأ تتحرك على طول. على طول دي ليها عندنا حل. هنقوم رايحين للكنترول وهنقوم قايلين له فور ايفر. فور ايفر دي معناها طول ما البروجرام بتاعي شغال خليه يتحرك. هنقوم قايلين له هنا هات لي الموشن موف 10 فور ايفر. فهيقوم جاي لي هنا فعلا هو موف ده 10 فور ايفر، بس بمجرد ما بيوصل لنهايه البروجرام هنا بيوقف خلاص، مش عارف يتحرك تاني. دي ليها برضه حل، ان انا اقول له اول ما توصل للايدج بتاعك اعمل باونس. باونس دي هتلاقيها موجوده في نفس الموشن دي، هتلاقي عندنا هنا if on edge bounce. تعالوا نجرب كده بقى، بيروح وبيجي. طيب ده حلو جدا، بس اللي احنا برده كنا مشغلينه كان بيتحرك في الشاشه كلها وكان بيتحرك بانجلز مختلفه. لو انت ما درستش يعني ايه انجل او لسه ما اخدتهاش في المدرسه، عندنا هنا direction. direction ده عامل كده زي عقارب الساعه، مش عقارب الساعه بتتحرك كده. حلو جدا. احنا دلوقتي ثانيه بس اعمل له ستوب. عندنا هنا الدايركشنز دي، انا لما باجي اتحرك كده او كده او كده بيغير لي اللي همشي الطريق اللي همشي بيه. فانا هنا بقول له انا عايزك تتحرك في الشاشه كلها، عايزك تتحرك مره بالانجل بتاعتك انك تطلع لفوق، مره الانجل بتاعتك تبقى نازله لتحت، مره تتحرك يمين ومره تتحرك شمال. ممكن احركها من هنا، بس لو خليتها ان ليها دايركشن واحد ثابت هي برده مش هتعمل اللي احنا عايزينه. تعالوا نجرب. يعني لو انا خليتها على طول باصه لتحت او على طول بتطلع لفوق او تحت بس، فهتبقى عامله كده. احنا مش عايزينها كده، احنا عايزينها تتحرك في الشاشه كلها. تمام جدا. فعشان اعرف اعمل كده هيبقى عندي حاجه هنا اسمها بوينت ان دايركشن. يعني كل مره او يعني مجرد ما تبتدي غير لي البوينت ان دايركشن. طيب هو هنا برده ثبت لي دايركشن من هو 90. تعالوا كده نجرب هيبقى ماشي عامل كده. لا احنا مش عايزين كده، احنا برده عايزين الموضوع يبقى راندوم. عشان يبقى الموضوع راندم عندك هنا في operations حاجة اسمها بيك راندم. تعال الاول نتكلم على بيك راندم دي وبتشتغل فين وازاي. بيك راندم دي مش زي بقية الكيوبس كلها لو لاحظتوا، هي مش عاملة زي البازل، هي اكتر عاملة شبه كأنها بتتحط جوه واحد من البازلز دول.
دي حقيقة. لو انا قلت له هنا بدل 90 بيك راندوم وحطيتها هنا وقلت له من نيجاتيف 180 ل 180، يعني لف لي الدايرة كلها، هيبقى ماشي عامل كده. تعال الاول نتكلم الكيوبس اللي شكلها عامل كده دي بتبقى ماشية ازاي. دي دايما بتتحط مكان فاريبل، اي واحد من دول اللي هما اللي مش شكل الكيوبس بتاعتنا او ملهمش زي البازل كده، دول بيتحطوا في اماكن الفاريبلز علشان يعملوا لنا شكل معين او فاريبل معين احنا ممكن نعمله اوبريشنز بتاعه بلس او ماينس، او ان هو فعلا زي ما عمل عندنا كده ان هو بيك راندوم. تعالوا بينا بقى لاخر حته. احنا كده خلصنا اول بوينت، احنا قلنا ان احنا البروجرام بتاعنا ما هو الا 3 بوينتس بيمشوا ويعملوا مع بعض زي شكل علشان يطلعوا في الاخر شكل الرينبو اللي احنا طلعناه ده. فاحنا كده خلصنا بوينت منهم. دلوقتي احنا هنفكر احنا هنعمل ايه. هل احنا هنعيد نفس البوينت دي تاني ونعمل نفس الكود تاني؟ لا، في هنا حاجه سهله اسمها دوبليكيت. دوبليكيت دي بتعمل لي بوينت نفس الكود بتاع البوينت بتاعك. تعالوا بس ننزل ده تحت عشان نبقى شايفين احنا بنعمل ايه. يعني ده لو ده الكود بتاع البوينت الاولانيه، ده هيبقى الكود بتاع البوينت التانيه. تعالوا كده نحط بوينت كمان عشان يبقى عندنا 3 دوت، وهو ذكي سماهم دوت 1 دوت 2 دوت 3 زي ما احنا عايزين. لو مشيناهم كده هنلاقي فعلا 3 دوتس وماشيين زي ما تقول كده راندوملي كل واحد فيهم. تمام كده، بكده احنا نكون خلصنا اول بارت من drawing rainbow line. ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه عشان نكمل بقيه البروجكت ده. ما تنسوش تعملوا لنا لايك على كونان سكول بيج على فيسبوك، وتدخلوا الجروب بتاعنا عشان تلاقوا التاسكات بتاعتنا اول باول، واعملوا سبسكرايب للبيج دي كمان عشان يوصل لكم الليسنز بتاعتنا. اشوفكم الليسن الجاي، باي باي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.